وإلى الصور المتنوعة وحكاياتها والتي انتشرت على وسائل التواصل. الصورة التالية هي لمشاركة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في منتدى تواصل، حوار حول الواقع والتطلعات الذي أطلقته مؤسسة ولي العهد. وطرح الأمير سمو الأمير مجموعة من الأفكار التي تخدم الشباب والخريجين من الجامعات وتوجه الشباب للدراسة في التخصصات المهنية التي يتطلبها سوق العمل. الصورة الأخيرة معنا للطفل خالد الفقيه ذي 9 أعوام، والحكاية الأكثر من رائعة أنه أتم حفظ القرآن الكريم كاملا ليكون أصغر حافظ للقرآن الكريم في مدينة إربد شمالي الأردن. حفظ الله الطفل خالد الفقيه وكل الأطفال الذين يسعون لحفظ القرآن الكريم والعمل فيه وما جاء فيه في كل مكان.